مين تبدي وشون ابدي وياك والله منين ابدي لك واسولف قصتي؟ سعد الاعظمي. سعد الاعظمي انا اقدمك. سعد الاعظمي مطرب او قارئ مقام بالدرجه الاولى من الاعظميه. هذا الرجل ختم الكثير من الاشياء خاصه في المولد النبوي، القراءات الدينيه، المناقب، وانتقل إلى المقامات بشكل هائل وتدرج في قراءة المقام العراقي، وطبعا أيضا راح على الغناء وأصبح مطرب، لأنه قارئ المقام ليس المطرب، المطرب شيء وقارئ المقام شيء آخر، صح؟ صحيح. إذن الأستاذ سعد العظم ما أردك تحكي، أردك تغني. فد شيء من هاي الأشياء عن بغداد. قلبي خلاص يا ناس، والحب ظناني ظناني، والفي طلع بالذات، والفي طلع بالذات، راح ونسى لساني. أنا من أقولا واتذكر أيامي. الله، تحية كبيرة للأستاذ سعد العظيم. أستاذ سعد، هذه الأغنية من أول من غناها؟ سليمة؟ هاي الأغنية للفنانين داود وصالح الكويتي. نعم، أهلا وسهلا بإخوتنا وأعزائنا الأستاذ سعد الأعظمي من الأعظمية، والأستاذ مجاهد العلي من نينوى، نينوى الحدباء. تحية كبيرة للموسم وتحية كبيرة لأهل الأعظمية. هسه راح نبدي بالأسئلة، أسئلة بسيطة من حياتنا اليومية، أوكي؟ خلينا نشوف السؤال الأول. خلي إيد ورا ظهرك، إيد على الطاولة، خلي هنا قريبة. مجرد أنه يخلص السؤال بس انتبه عليه، تكبس، اللي يكبس قبل هو اللي راح نسأله. السؤال الأول يقول: اذكر سبباً يجعلك لا تحصل على وظيفة. اذكر سبباً لا يجعلك تحصل على وظيفة. شنو؟ قلة الخبرة. قلة الخبرة، خلينا نشوف. قلة الخبرة صح موجود. وهذا أعلى احتمال. إذا راح نجي وياكم، هو اعلى احتمال، لانه واحد شلون يقدر يحصل على وظيفه هو قليل الخبره. اذا استاذ سعد تفضل الى مكانك وخلي نشوف.